الخير والسعادة أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما غزة، يلي بيسلط الضوء على عدة زوايا وقضايا هنا في قطاع غزة لنرى غزة بصورة وحلة جميلة وبهية. سنحلق في أولى فقرات البانوراما لنتحدث عن الرياضة وتأثيرها أيضا على حياتنا اليومية وأيضا على صحة جسم الإنسان، حيث أن الرياضة تهدف إلى المتعة وإلى الرفاهية وإلى تعزيز الثقة بالنفس وإلى المنافسة الشريفة وإلى كثير من الإبداع. ولأول مرة في قطاع غزة رياضة البيسبول والسوفت بول والزميلة تغريد العمور التي تحمل لنا بجعبتها مزيدا من التفاصيل حول هذه الرياضة، فابقوا معها. شكرا لك زميلتي سالي. كثيرا ما تحدثوا مشاهدينا الكرام عن جمال الطبيعة والحديث عن الماء والهواء والوجه الحسن، سنضيف لها اليوم في جديد بانوراما غزة من مدينة غزة الحديث عن الرياضة، وليس عن أي رياضة، ففلسطين هي الرابعة في دول الوطن العربي وحداثة في هذه الزاوية حديثا أضافت رياضة البيسبول. لن نتحدث فقط عن فتيان البيسبول بل عن فتيات السوفتبول والاتحاد الذي سنتحدث ونشير له وإدخال هذه الرياضة وماذا أضافت للفتيات في قطاع غزة مع اللاعبة جمانة شاهين التي ستخبرنا أكثر عن انضمامها لفريق السوفتبول في قطاع غزة. بداية نسمح لي أن أرحب بك. أهلا بك. يعني جمانة، اليوم رح نحكي لمتابعي ومشاهدي بانوراما غزة اللي تعودوا على إطلالة اجتماعية، قضايا خاصة بالقطاع، عن الفن، عن الزوايا الثقافية، اليوم رح نحكي أكثر عن الزوايا الرياضية. حينما تم الإعلان عن البيسبول الكل تذكر إطلالة هالرياضة عبر هوليود تحديداً أو أفلام هوليود، لكن فعلياً إنها تكون في قطاع غزة، احكي لنا كيف انضميتي لتكوني أحد اللاعبات. تمام، بداية مساء الخير لكم جميعاً. كبداية لما أنا انضمت على هذه اللعبة، أنا كان عندي خلفية رياضية عنها شوية، أو بتقدر تحكي أنه عندي خلفية رياضية عن أغلب الرياضات، ولكن عن هاي بالذات أو تحديداً كان عندي خلفية أنها هي لعبة أمريكية وكنت أحضرها كتير في أفلام أجنبية. صحيح. كنت كتير عندي اطلاع عليها من الأفلام وليس من الواقع، لأنه هي فعلياً ما كانتش موجودة على الواقع. ما كنتش بعرف انه في عنا دول عربية او في الوطن العربي عندها هاي اللعبة، لانها هي لعبة امريكية. ولكن بعد فترة خلال انه ما سمعت من الكابتن، خلال ما سمعت من الجامعة من الطالبات انه في لعبة السوفت بول موجودة في غزة، موجودة في مصر، موجودة في غزة، وما كنتش لسه عارفة الدول العربية اللي موجودة فيها، بس انه بما انه انا لاعبة في رياضات اخرى فاشي منيح انك تلمي وتجمعي وتشكلي بين الرياضات، وبنفس الوقت انت ممكن تستفيدي، تكوني انت مطلعة على رياضة جديدة، تكوني انت حابة انك تشاركي، حابة انك تكوني من اول منتخب نسوي في فلسطين. صحيح. هذا الاشي كتير بيعني لي وبيعني للانسان الرياضي متى هو انضم او وقتاش هو حابب في اي مرحلة كان موجود تحديدا في هاي اللعبة. يعني بيختلف انك انت تنضمي في بداية اللعبة عن وسط اللعبة عن لما اللعبة تنشهر كتير. اسمك بيكون موجود، وبالنسبة لي أنا كمان بيفرق. أنت تحدثتي عن شهرة هذه اللعبة. تمام. يعني هي من أول ما انطلقت حظيت بالاهتمام الإعلامي وأيضاً غير الإعلامي. الكل كان بيتابعها والكل كان حابب يشوف الأدوات الخاصة بهاي اللعبة. لو بدأنا بتدرجها وصولاً إلى أول بطولة. تمام، تدرجها بالأول كانوا عندنا في الجامعة يتدربوا فيها. تمام، أعلنوا عن البنات اللي حابين ينضموا للفريق. سمعت الإعلان، مشيت عنه أول مرة مرتين أوكي، بس بعد هيك شفت البنات اللي عن جد هم عندهم رياضة كاهتمام منضمين فيها. فبعد ما شفتهم هيك حكيت مع أهلي، لأنه أنت عارفة هنا في غزة بما أنه مجتمع محافظ وبنفس الوقت مجتمع ذكوري أنت عارفة، فعنا العادات والتقاليد نمبر 1 يعني، وبعدها بيجي الحكي وبعدها بيجي الناس وبعدها بيجي انت. ولكن هاي الرياضه كذا لم تتعارض مع العادات والتقاليد، يعني كان في نوعا ما محاوله للموازنه بين اهميه الرياضه في الحياه. صح. ووجود الرياضه في النمط اليومي. تمام، لانه هي اساسا ما فيش فيها احتكاك كبير بشكل كبير،
حتى بين الإناث نفسهم ما كانش في احتكاك كبير، ولكن إنك تقولي احتكاك ما بين ذكور وإناث هذا مرفوض تماما لأنه مش مسموح ومش مش موجود فعليا. إحنا الآن بنحكي بس للتنويه للمشاهدين عن السوفت بول اللي هي البيسبول الخاص بالفتيات ويسمى بالسوفت بول. صحيح، هي تحت مسمى البيسبول المعروفة في أمريكا بيسبول، وأطلق عليها سوفت بول لأنها الكرة خاصة الناعمة بالفتيات. خاصة في الفتيات أو خاصة للبنات. تمام، فبنرجع لموضوع إنه أنا انضميت أو إنه مدى انتشارها. فأنا سمعت من الجامعة، سمعت من البنات، سمعت من صحبات إلي من كلية الرياضة. أوكي أنا كلية إنجليش، ولكن كان إلي خلطة كتير في كلية الرياضة، كان إلي مشاركات كتيرة في الدوريات، في البطولات، في كورسات السباحة، في الشغلات هاي، فاسمي مذكور بينهم. فلما أنا سمعت حبيت أشارك، حكيت مع أهلي زي ما حكيت لك. أوكي تمام، تقبلوا الأمر بصدى إنه أنا عندي إشي خلفية رياضية ومشاركات إشي العلاقة بالرياضة. فبعدها صار إنه الموافقة، كلمت الكابتن، كنت شايفة صفحة الاتحاد على الفيس، فكلمت الكابتن وتمام الأمر تم ونزلت أول تمرين. أول تمرين اثنين، الإنسان الرياضي يختلف عن الإنسان اللي مش رياضي، ببين إذا بطلع منك أو ما بطلعش منك. تمام، فالحمد لله كان عندي. شو التغيير اللي كان بحياتك مع وجود رياضة السوفت بول، بما أنه أنت كنت ضمن الأوائل واللي كانوا كمان ضمن الأوائل في أول بطولة برعاية جوال، وكان في كمان أول تتويج لأول فريق؟ صحيح. أيضاً توج ببطولة السوفت بول الأولى في فلسطين. شوفي إنه أنت تكوني من الفريق اللي توج وتحضري الافتتاح للبيسبول وتكوني أنت الفائزة في النهائي تبع البيسبول، شعور كتير كتير حلو. اتمرنا، التزمنا بالتمارين، التزمنا بالمواعيد، نصحى كتير بدري، نلتزم عشان نوصل للمرحلة هاي. يعني وصلنا مرحلة بسيطة، يعني ليفل لا بأس فيه عن جد بالتمرين. تمكننا من ضرب الكرة بشكل صح، تمكننا من الالتقاط بشكل صح، تمكننا من الإجراء بشكل صح. وبما أنه إحنا أغلب البنات من كلية الرياضة، وبنفس الوقت في بنات مش كلية الرياضة، أنا وأكثر من بنت، لكن اللي مش كلية الرياضة كتير مرنين، عندهم مرونة، عندهم لياقة، عندهم نشاط، فهذا الإشي كتير ساعد. بالنسبة لأنه كنا فريق الوسطى هو اللي توج بالبطولة، فكان الشعور كتير رائع، كتير مريح بعد التعب هذا، إنك أنت ارتحتي، أوكي تعبتي عشان تفوزي، فالحمد لله على هيك، وإن شاء الله دائماً نفوز. خلينا نحكي عن نقطة مهمة، يمكن إحدى المعيقات، وأنت أكيد راح تضيفي من خلال التدريبات، من خلال الانخراط وبذل الجهد من أجل أول بطولة. أعتقد كانت الأدوات الخاصة باللعبة جزء من المعيقات من أجل إنجاز أول بطولة واستكمال ما بعد البطولة الأولى للسوفت بول. هو كان المعدات كتير صعبة. يعني أوكي أجانا دعم من صحفية يابانية، وأجانا وبنحاول إنه نجيب كمان دعم، بس مش كفاية، لأنه أنت بتحكي عن 5 محافظات بنات، وبتحكي عن عدد لا بأس فيه من فرق الشباب كأندية. صحيح. والبنات كمحافظات، فأنت بدك توفري لشباب وبنات، بدك توفري للبيسبول وللسوفتبول، هذا بيعطيك عدد في المعدات كتير. بنفس الوقت أنه المعدات أصلا مش موجودة هنا بالفعل، وإحنا كفريق نحتاج الدعم ونستحق الدعم للي وصلنا له. أعتقد جوال أنتم تجاوزتم أزمة الندرة في المعدات بصناعتها محلياً، سواء الجول هو اليد الخاصة بالتقاط الكرة أو العصا الخاصة بضرب الكرة. تمام، فصلنا شغلات هنا، استخدمنا شغلات أجتنا، لكن برجع وأحكي لك مش كفاية. بنقدر نحكي إنه إحنا تأقلمنا وما تجاوزناش، لم نتجاوز، إحنا تأقلمنا لحين يوصلنا إشي جديد أو لحين يجينا الدعم الأكبر، لأنه إحنا بحاجة لهيك. أوكي أنت بتمشي خطوة خطوة في كل إشي، حتى في اللعبة بتمشي خطوة في خطوة، الخطوة اللي إحنا ماشيين فيها تتناسب مع المعدات اللي إحنا فيها، ولكن بعد هيك لو إحنا مثلاً بدنا نشارك في مباريات إقليمية أو مشاركات، حيكون الوضع صعب، حيكون الوضع شوي أصعب، لأنه المعدات اللي هناك حتكون معدات أصلية. صحيح. في حين إنه إحنا لما نتمرن في معدات مش أصلية، بنتمرن بمعدات مشابهة للأصلية. بالفعل. فهاي بنفس الوقت معيق كبير كان. خليني أسألك سؤالي ما قبل الأخير، يعني شو فرقت معك رياضة السوفت بول ضمن الموازنة في يومياتك وحياتك؟ درستي؟ بتشتغلي مترجمة ومارست رياضات أخرى، شو اللي تميزت فيه أو اللي أضافته من التميز السوفت بول لإلك كرياضية وإنسانة عندك حياتك الخاصة؟
كإنسان عندي حياتي الخاصة، الحياة الخاصة تبعتي بعيدة عن الرياضة بشكل كبير. يعني أنا بشتغل مترجمة وبشتغل مدرسة في مركز أكسنت وبشتغل في أكثر من مجال، لكن الرياضة كنت مخدها على الصعيد الجانب المهني. أوكي أنا مهنتي تمام فيها، تخرجت وخلصت ودرست ودرست إنجليش كمان بعيدة عن الرياضة، لكن خلال التخصص كنت أخذ مثلاً المساقات الحرة الرياضية عشان أقوي علاقتي في كلية الرياضة وبنفس الوقت ما أتركش. كنت في الرياضة في مجال الرياضة من زمان، يعني من وأنا من قبل المدرسة كمان، فهذا الإشي دعمني إنه ما أتركهاش حتى لو أنا اشتغلت بمجال تاني. يومي بيكون كتير طويل، كتير شاق، كتير في مجهود، وخاصة إذا كان عندي تمرين، يعني من الصبح تمرين بعدها شغل كذا كذا، تطلعي من الصبح ترجع المغرب، كتير الإشي صعب بس مش مستحيل لإنسانة بدها توصل، لإنسانة حابة إنها توصل فكرة للناس وبنفس الوقت إنه تهتم في طموحها. بالفعل، وهي النقطة اللي أنا رح أختم فيها. قدي مهم بما إنه الدوري الأول ختم بوجود مدربات، محكمات، لاعبات، صحيح، يلي رح يتابعونا، شو ممكن ننصحهم لو كان اختيارهم الأول لإضافة الرياضة في حياتهم يكون السوفتبول؟ نصيحتك. نصيحتي بس بدك النصيحة تكون للبنات اللي يختاروا اللعبة ولا للبنات اللي حابين ينضموا، اللي حابين ينضموا وكمان يأمنوا بفكرة الرياضة أنها بتضل نهج لازم يكون موجود في حياتنا. لايف ستايل تعتبر، إنه أوكي أنت على عيني وراسي اشتغلي، أدرسي، اتعبي وكملي، ولو أنت متزوجة برضو تسوكي، ولكن ليش إذا أنت محبة للرياضة ليش تسيبيها؟ هاي الفكرة. أو أوكي، ما مارستيها ابدأي من الآن الممارسة بالزبط. كمان فإنك أنت تكون متأخر مش غلط، ولكن إنك أنت تكون متأخر وتعرف إنك أنت متأخر وبرضو تضل متأخر هان الغلط. صحيح. تمام، فرسالتي بدي أوجهها للبنات الصبايا صغار وكبار، أنت محبة للرياضة أو مش محبة للرياضة، بإمكانك إنك تنضمي للفريق اللي أنت بدك إياه، في حين انه الاشي مش ضد عادات وتقاليد، مش ضد اهلك، مش ضد افكارك، مش ضد دينك، يعني وانت مقتنعة دوسي فيه، توكلي على الله. لو انت شايفة الاشي غلط لازم تعيد النظر فيه تاني، لانه مش انا اللي بحكي الرياضة مهمة ولا انت اللي بتحكي، انه صحيح. العالم بيحكي الرياضة مهمة، يعترف الان انه هي اهم شيء. الرياضة كتير اشي مهم، اذا انت مش حابة سوفت بول اوكي في اكثر من رياضه ثانيه، ولكن السوفت بول بحد ذاته ناعم للبنت. صحيح. فأنا اود ان نطيل الحديث تانية اكثر، لكن هذه اضافه اليوم في بانوراما غزه. شكرا كثير للاعبه جمانة شاهين من طبعا الممارسات والفائزات في اول بطوله خاصه في السوفت بول. شكرا كثير لك، وشكرا لحضرتك طبعا، وايضا للكابتن محمود طافش رئيس اتحاد البيسبول هنا في فلسطين. هذه الزاويه وهذه الاطلاله من بانوراما غزه لم تنتهي، المزيد دائما في فقرات وحلقات البرنامج مع الزملاء. نشكر الزميلة تغريد العمور جزيل الشكر، وفعلاً إنه الرياضة بتعطينا وبتمنحنا كثير من الخصال المميزة والجميلة كالصبر والتحمل والذكاء والإبداع وأيضاً التألق والقوة، وأيضاً لها كثير الأثر وكبير الأثر على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة. وفي مساحة أخرى أعزائي المشاهدين من زوايا البانوراما سنتحدث عن المسرح، كونه يعد ويعتبر من أحد أشكال الفنون المختلفة، وأيضا هو مكانا للإبداع والتألق، ومكانا أيضا للتمثيل والأداء، وأيضا يعتبر المكان الذي يجسد وأيضا فيه القصص والنصوص الأدبية أمام المشاهد بمزيج من الكلمات والإيماءات كالصوت والصورة على خشبة المسرح. مسرحية شريك العمر واللي جسدوها مجموعة وفريق هنا في قطاع غزة بيرصدها إلنا زميلنا محمد داود، فابقوا معه. الحل إنه أنتوا تعمل بنات. نعم يا أخوي، إحنا نعمل بنات، أنت بدك يعني نعمل عمليات تحويل وننفخ شفايفنا؟ أحمد ليه؟ أبعد عن حسن. طب مش ده مش ده ما تحكيش معه. ولا شوي ولا بدك تلزقني وشي ولا بدك تلزقني.
شكرا لك زميلتي سالي، أسعدتم أوقاتا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا لهذا اليوم والتي سنتحدث فيها عن ملتقى الإبداع الفكري إبحار. هذا الملتقى الموجود في قطاع غزة والذي ينفذ أعمال ثقافية فنية ويستثمر طاقات الشباب وقدراتهم ويوظفها في أعمال درامية وموسيقية تحاكي الواقع الفلسطيني في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام. يسعدنا أن نتحدث عن مسرحية نفذها الملتقى في هذا اليوم، حملت عنوان شريك العمر، مع الأستاذ حازم أبو حميد، مخرج وكاتب المسرحية. أهلا بك أستاذ حازم. أهلا بك. يعطيكم العافية بعد مسرحية اليوم الجميلة، وحابين نعرف سبب اختياركم لهذا الموضوع ولهذا العنوان. مسرحية الشريك العمر الفكرة بسيطة يعني، لكن في محتواها في أشياء كثيرة. الفريق اللي بيشارك في هذا العمل كله شباب، فاخترنا أن يكون موضوع شبابي، موضوع حيوي، نتحدث من خلاله نعكس واقع الشباب، همومهم، إشكالياتهم. تتحدث عن بطالة، بتتحدث عن يعني ارتفاع في نسبة العنوسة، بتتحدث عن ارتفاع في منسوب اليأس والرغبة بالهجرة أو الانتحار. نتحدث عن واقع غزة الاقتصادي اللي أصبحت فيه الناس اللي كانت تعمل أشياء حلال أصبحت الآن حرام، واللي الناس اللي كان عندها شركات أصبح الآن فقيرة. يعني بتعكس أكثر من موضوع، أكثر يعني من, من, من فكرة. إذا ما تحدثنا عن عنوان المسرحية شريك العمر، وربما في بعض المقاطع شاهدنا المهور وارتفاعها وتعامل يعني والد الفتاة حينما يتقدم الشاب للزواج، وربما هذا الموضوع في مجتمعنا يعني أصبح الآن معضلة. صحيح. خاصة في ارتفاع المهور. صحيح. أنتم بعد قدمكم يعني تناولتم هذا، تحدثنا عن هذا الموضوع. يعني الآن إذا بنتحدث، كان في غزة اللي بيوصل ل 18 سنة الصبية تعتبر عانس، بعد ال 18-19 الآن توصل 24 و25 و30 حتى تبلغ سن الزواج، وهذا يعني أن وضع اقتصادي سيء، هذا يعني بأنه عدم قدرة الشباب على الزواج، وأقول أيضا عزوف الشباب على الزواج بسبب الاقتصاد، الأوضاع الاقتصادية. وبالتالي أردنا أن نقدم نموذج الآن، يعني كل فتاة عندها حلم، تتمنى أن تلبس البدلة البيضة ويكون في صالة ويكون في شقة، ويكون هذه التفاصيل البسيطة اللي تعتبر أولويات أي حياة أسرية حقيقية أصبحت صعبة وصعبة المنال. حتى الزواج في غرفة أصبح شيء صعب. القصة ما عادت غرفة، زمان والدي ووالدك كانوا ينام، والدتك يعني في النهاية لما تزوجت والدك في غرفة ضمن مع الأسرة، بس كان يعني والدك قادر أنه يعمل ويوفر لقمة العيش، بس اليوم لا قادر الولد يتزوج ولا قادر حتى يوفر لقمة العيش. هل برأيك هذه المسرحيات بتعالج القضية اللي بنعيشها والوضع الاقتصادي؟ هل يعني وضعتم النقاط على الحروف وأوصلتم رسائلكم للجمهور؟ هي صرخة حاكت يعني الجمهور. إذا كان في القاعة في حوالي 1500 شخص، فالجميع أشاد بأنه أنتوا لمستوا شيء جوانا، لمستوا حقيقة، لمستوا جرح وبطريقة مختصرة، بعيدا عن اللت والعجن اللي بنشوفها في الأعمال الدرامية أو الأعمال المسرحية اللي فيها كثير من البرم حتى توصل للرسالة. عندما يعني يقول بطل المسرحية أنا تعبت، أنت سامع؟ أنا تعبت، أنتوا سمعين؟ وهذه الصرخات اللي انطلقت، فكل كلمة وكل إشارة هي تشير إلى جهة، تشير إلى الحكومة، تشير إلى الفصائل، تشير إلى الانقسام، تشير إلى الاحتلال، تشير لكل إنسان له سبب مباشر في أزمة الشباب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن تدريب الفريق ويعني هذه الإمكانيات العالية التي شاهدناها اليوم، كيف يتم تجميع هذه الطاقات واستثمارها وتدريبها؟ أنا معي فريق ممتاز من الشباب اللي عندهم مواهب، مواهبهم واضحة وقدرتهم ورغبتهم في التطور واضحة. يعني هذا الفريق جزء منه أول مرة يطلع خشبة المسرح، وجزء منه يعني تجاربه متواضعة أو ربما بسيطة، لأنه أصلا الحركة الفنية في قطاع غزة يعني بسيطة جدا. إحنا أطلقنا مسابقة من خلال منطقة الإبداع الفكري إبحار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حضر مجموعة من الشباب والصبايا، تم يعني تقدموا أمام لجنة، اللجنة اختارت مجموعة منهم اللي تم اختيارهم، بناء على ذلك تم له كتابة النص على هذه الكاركترات الموجودة اللي هي أصحاب المواهب، وتم تدريبهم. تدربنا فترة طويلة. قد إيه كانت هذه الفترة؟ إذا إحنا بنتحدث بنقول إنه هذه الفكرة إلها سنة، يعني المفروض من سنة إحنا عارضين، لكن اضطرينا في الآخر إن إحنا نغير هذا الموضوع نظرا لإنه وضع اقتصاد سيكون. بن فكرتنا إن إحنا نعمل أكثر من عمل ونضلنا على دوام ونعزز فكرة التذكرة، ثقافة التذكرة، لكن أجت أزمة الرواتب وأزمة مش عارف الحكومة والخير، فأصبح الناس غير قادرة.
اضطرينا نصفط الورق ونقول للفريق نسرحه لحديت ما بحثنا عن تمويل، وفي النهاية استطعنا ان احنا نحصل تمويل من يعني المساعدات السويسرية من رام الله، والحمد لله يعني بشكرهم يعني انهم قدموا لنا شيء من خلاله استطعنا ان على الاقل نقول انه لدينا مسرح. لولا هذه هذا التمويل لبقي النص في الادراج والممثلين يعني كل واحد في بيته. هل من اعمال دراميه تنون تنفيذها الايام القادمه؟ ويعني في اي اطار ممكن تكون؟ شو الموضوعات اللي ممكن تتناولها؟ احنا بننتج اي عمل بمعاناه بمعاناه حقيقيه، يعني لو الناس بتعيش نفس ظروفنا الفنانين انا بتخيل ما حدش بعيد يفكر يكرر التجربه، لكن امام وقفه الجمهور اللي اليوم تشعر انه في حدا يعني بقول لك شكرا انت قدمت عمل جميل، شكرا لانك لامستنا، شكرا لانك ضحكنا. احنا لا فعلا لما الممثل يقول احنا نسينا نضحك، احنا نسينا نضحك عاد نضحك خلص. يعني ناس فاقدين الامل، اوبشن معين في روحك هو مفقود. اشوف كيف برمجتك العصبيه والسلوكيه والسيكولوجيه كيف بدها تكون شكلها، اكيد فيها نوع من الانحراف او عدم الاتزان. وبالتالي لما بقدم عمل بنتمنى نكون عندنا طاقه وقدره ان احنا ننتج، بس المعاناه اللي بنواجهها حتى ننتج هذا العمل خلينا نفكر لك إن لا يعني أين نتعلم إيش دربنا؟ أين تكمن المعاناة؟ بنتعلم إيش إحنا؟ المعاناة أول شيء في التمويل عشان تنتج عمل. أنا هذا العمل مش مجرد ممثل عنده رغبة ومخرج وكاتب، في عندك أشياء تحتاج تمويل، مثلاً القاعة بدها مبلغ، جهاز الصوت بده مبلغ، الإضاءة الموجودة بدها مبلغ، الديكور الموجود بده مبلغ. الآن ما تلاقيش حد، حتى القطاع الخاص اليوم هو مأزوم اقتصادياً، فتيجي تقول له ساعدني بقول لك يا عمي بس أقدر أدفع رواتب موظفيني. يعني أول كنا بنلجأ من هاللهان، طيب وثقافة التذكرة مش موجودة، طيب من وين أنا بدي أقدر أحصل هذا الكلام؟ الآن بعض الممثلين في بداية فعلاً كنا من جيابنا بنعطيهم، لما حدا بقول لك أنا باجي من الشمال أو من الجنوب فمعيش مواصلات اجل البروفة الثانية اللي احنا مش عارفين وقت ايش بدنا نعرض، اللي ما كانش فيها تمويل فكنت اقول له تفضل هي 20 30 شيكل 40 شيكل 50 شيكل، بس لو بتحكي عن 12 ممثل بتحكيش عن واحد واثنين، بتحكي عن بروفات. ف انا بعتقد انه يعني المصاعب كثيرة، يعني انت بتحاول تعمل من هذه القاعة مسرح وهي مش مسرح، هي قاعة مؤتمرات بتشكلها انها مسرح. مشكلة جهاز صوت لما في النهاية انت بيجتهد فن الصوت انه يطلع صوت كواليتي عالي لكن القاعة غير معدة لهذا الموضوع. لكن كمان مرة هذه الصعوبات تقف يعني صاغرة امام نظرة الجمهور اللي شفته وانا لما طلعت حي الجمهور، وهذا ما لاحظناه بالتأكيد في جزئية الجمهور ودعوة الجمهور والحشد الكبير اللي بيستجيب لدعوتكم. كيف بيتم التواصل معك؟ يمكن العرض كان الساعة 4 3 وثلث هيك كانت القاعة تقريبا ثلثة، فانا بديت يعني أنا زمان مش عاملين مسرح كبير، يعني بحار زمان تحدث أنت عن سنتين ثلاثة ما عملناش مسرح كبير، كل نظام سكتشات لمؤسسات أوريدي هي داعمة بتكون وعندها جمهورها. نعم. فبديت أقلق صراحة إنه والمعقول يعني بعد هالتعب بدي أشوف هذا العمل مثلا 400 شخص 500 شخص والقاعة بتشوف فيها 1500. وإحنا للأسف ما عندناش عروض 50 عرض زي المسرح المصري أو السوري، كلهن عرضين يعني لأنه فيش إمكانيات كمان مرة أجيب كل هذه المقتنيات. نعم. ففتحت الستارة قبل العرض بشوي فأنا ذهلت والحمد لله. أنا إحنا كان همنا الحقيقي إنه هذا الجهد يشوفوه الناس عشان هيك عملناه مجاني. نعم. لم يطلب منا إن إحنا نعمل مجاني، إحنا قررنا نعمله مجاني بصراحة عشان الناس تشوفه، عشان الناس تستمتع فيه، عشان الناس نفصلهم عن الواقع لمدة ساعة ونص عن واقع غزة ونقول لهم تعالوا تفرجوا استمتعوا. وكذلك إن شاء الله غدا برضو حيكون العرض مجاني. أنا مبسوط جدا 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 لدرجة حد البكاء زي ما بقول، لما أنت بتشوف الناس سعيدة واقفة بتطلع فيه كيك وكأنها بتقول لك شكرا. يعني عادة العرض لو مش حلو تلاقي الناس خلص مجرد مسكر الستارة كله بيبدأ إيش روح صحيح. لكن إذا هو اللي بيستناك عشان يسلم عليك ويقول لك شكرا فهذا معناه أن أنت قدمت شيء جميل بغض النظر عن مستوى الإخراج مستوى التمثيل مستوى الصوت. إحنا بنجتهد وبنتعلم وهذا هدفنا، واحنا بنشهد بذلك. وملتقى ابحار نفذ اعمال يعني متميزه لا تنسى خلال الاعوام الماضيه، قبل السري بدي حقي كان زمان، كلها اعمال حتى موجوده على اليوتيوب الناس كانوا مشوفها بالتاكيد، وهي يعني حاكت الواقع اللي والحقبات الزمنيه اللي كنا بنعيشها.
وبنمر فيها وما زلنا. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ حازم أبو حميد. شكرا. كاتب ومخرج مسرحية شريك العمر، يعطيكم ألف عافية. شكرا. وإن شاء الله دائما مزيد من الأعمال المتميزة الدرامية والفنية والموسيقية كذلك اللي بتتميزوا فيها إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بشكركم جزيل الشكر على طيب وكرم متابعتكم، وبشكر ضيفي حازم أبو حميد من ملتقى الإبداع الفكري بحار، وبعود لزميلتي ساري لاستكمال حلقتنا من برنامجنا بانوراما غزة. نشكر زميلنا محمد داود، وفعلا غزة هي عبارة عن صندوق من الحكاية مليء بالموهوبين والمبدعين والناجحين والمتألقين. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام حلقتنا لليوم من بانوراما غزة. انتظرونا في سلسلة من الفقرات المتنوعة والزوايا المتعددة. في أمان الله.